بحال ولدي ولا راجل، بحال ولدي وبنتي، ما نقدرش نسمح فيها، ما نقدرش نسمح فيها. كنتفرجوا في التلفازة وراجلي كان زعما جالسين في واحد البيت، كلم واحد شويه قال لي راه باقي كاع ما صليت العشاء، وانا زاد واحد البيت وتبعوا جوج بناتي، الصغيره عندها عامين وحده عندها 11 عام. شكون توفى عندكم في الدار؟ خمسه الاشخاص. شكون هاد الاشخاص؟ الراجل ديالو وجوج بناتي وشيخي وعوستي. كيفاش كانت ردة الفعل ديالكم ملي جا الزلزال؟ ما عقلناش باش ما عملناش داكشي باش نخرجوا، ولا انا داكشي شدني في البيت دغيا انا ووليدي، ولي بقى ليا صافي جاتني، وداكشي كان تردم علينا داكشي بزاف دغيا، والظلام ما كانش، والناس اللي عتقونا غير جيراننا هذوك اللي بقاين، غير كان ملي تردم داكشي كنسمع الغوات والضوء هكا وكنغوت، قلت لهم عتقوا ليا غير ولدي. شكون اللي خرجك انت من تما؟ شي ناس غير من الدوار ديالنا، بالليل والضو ما كاينش، مقطع الضو كاين غير عيطوني غير بالتليفون والبيل. انت ما تضربش ما انت شي حاجه، ما وقعت لك شي حاجه؟ تضربت ولكن بشويه زعما ما تهرستش ولا الحمد لله. وليد عتقتو انا بزاف. ولدك؟ حيت التراب ديالو وصل لهنا، ربعت يديا فاش سميتو حيت ليه كلشي طراب، وعتقتو نصرفقوه في وجهو غير باش ما يسخاف ولا إيمنتالا. قبل وبعد دابا الناس ديال إيمنتالا كنشوفو أن إيمنتالا كاملة تهدمات كاملة. بزاف، راه 84 شخص كلشي مات، 84 غير الرجال 18 والعيالات 34 والدراري الصغار هكا والبنات 14 عام، كلشي مات. 15 عام مات وكلشي. قالوا لنا ان مات فقيد الجامع. مات مسكين، حتى هو خلى مرتو وربعه الوليدات. يعني كان الزلزال مدمر. مدمر بزاف، وما علمناش باش نخرجوا. كاين اللي زعما عتقوا، كاين شي ناس كيسقيو، هذوك اللي سميتو كاين شي واحد ما ناعس، هذوك اللي عتقوا صافي. اللي ناعس صافي. هما اللي هربوا صافي. هادشي راه لا لا. كيفاش كانت؟ انا بغيتك تقول لي الضربه ديال الزلزال كيفاش كانت؟ نتوما هنا الساكنه اللي قراب، كيفاش كان الصوت؟ واش كان شي صوت؟ واش كان؟ انا ما سمعت الصوت، كنا زعما التلفازه شاعله، ما سمعت الصوت انا زعما داكشي حتى ما خلاكش باش تخرج من البيت، حتى حدا باب البيت ما خلاكش باش تهربي. تردم علينا داكشي دغيا صافي. انت ملي خرجتي من الدار وخرجتي الابن ديالك شنو درتي؟ واش بقي هربتي؟ فين بقيتي؟ بقينا غير فواحد سميتو واحد الوسعه غير في الدوار، جالسين وحفيانين، ما لبسناش الشعار وحق الله ما لبسنا حتى الزيف حتى الصباح، ملي كاع جالسين فواحد الوسعه في الدوار نيت واحد شويه كيترعد داكشي، باقي كاع واحد الحاله زعما الله يبارك العظيم. هذا الشيء بحال بحال كنقولوا ربما يكون غير الحل حق الله. بقيتي بوحدك؟ بوحدي. فات العبوزه ديالك وشي كلشي وليداتك صافي، انا وولدي كلشي في العائله صافي. وانت ولدك اللي بقيتي؟ ابن ديالك شحال عنده من عام؟ 12 عام. هو واخته يلا عام صافي، 12 عام، وهذيك الصغيره 11 عام، وحده عامين. هذيك الليله لبست البيض؟ هذيك الليله لبست الزيف، حيت الباقي ما لقيناش نفسنا بزعما غير الزيف. باش واش كنتي كتخيلي غيموت راجل؟ لا.
صعاب زعما تخسر راسك ياخذوا الحمد لله ما خصهمش. كانت علاقتك بالزوج ديالك؟ الحمد لله ما عمرو تقاسم عليا ولا داكشي اللي دخل فيا. اللي عنده حنين معايا حق الله، ما عمرو سمعت فيه شي حاجه تعيب ولا تعيب ليا والديا وحق الله. كان رجل مزيان فهم هذا كلشي، هادو اللي خدامين معاه ولا ما عمرو كريليك زعما الله عمر هذا في خدمته ولا عمرو تخاصم مع شي واحد ولا لا وحق الله. يعني الزلزال دمر عائلات دمر بزاف، غير قال تعليمات صح هذا التاريخ ولا حق الله. هذا الأب ديالك؟ لكن أنا في مراكش. كيف مراكش؟ أنا فوق تبيع عندي في الروسات على القلية. ملي تضرب الزلزال تما وشفنا الأكتوبية بحالي تتحرك وهربنا. صافي تنتسنى غير يصبح الحال باش نطلع. حيت ما كاين الريزو ما والو، تنعيط لبناتي وولادي العائلة الريزو ما كاينش. صافي صباح الحال مشيت طلعت في الطاكسي طلعت في حالتي وصلنا لواحد البلاصة هنا حيت ما كاينش الطريق كملنا برجلينا. يوم أنت جيتي باش تواسي الإبنة ديالك؟ جيت نهار السبت. نهار السبت جيت. كيفاش مني جيتي كيفاش لقيت لقيتها هي جاب الله جبدوها هي ولدها. كيفاش لقيتيها؟ كيفاش كانت الحالة ديالها؟ الحالة ديالها صارمة حتى تبكي وزعما ما فيها ما يتشاف لا هي ولا العائلة دوك الناس اللي ماتوا. الناس تخلصت بزاف، مشى البهيم مشى كل شيء، ولكن البهيم ما عموش الناس والله العظيم ما بقاش تيسولوا على البهيم. الناس ما جاتهم صدمة وما كانوش كيظنوا أن غادي تكون ما جات دغيا ما علمات ما والو سبحان الله العظيم من عند الله. جات بسرعة جات وتعزات الله صافي. هادشي اللي كاين بنيتي. قولي لي مني جبدوا الزوج ديالك شفتيه؟ لا حيت كنا في الجماعة. حيت في الجماعة فاش قالوا لنا خاصكم كلشي تهبطوا من هنا صافي ما خلوناش حتى جاوا وقالوا لي راه جبنا راجلك. قال لي راه كاين كيفاش بغى كيصلي. يعني كان كيصلي كان كيصلي حيت سيدو جبدو باقي داير لي يدين ديالو غير جردوه باش وملي وملي ملي جبدو البنات والله العظيم ما نكذب عليك ابنتي الا لقيناه وحده اخرى وحده شد هذيك الصغيره شدها في الكبيره بحال هكا كاينه في بلاصه والله يعتقوا بعضياتهم. وهذه اختها قالت لهم الله يرحم والدينا غير نشوفوهم ما بغاوش يخليهم. قلت لهم شوف راه ما غادي يتفنوا حتى تشوفها بنتي فعلا هكاك شافتهم ولكن ما غير بغات تشوفهم ما راه مشاو شكون شفتي؟ الصغيرة بنتك الصغيرة. كيفاش كانت بنتك الصغيرة؟ تنكر فيها وجهها بزاف، شفتها غير وجهها حيت داروها في المنطقة. زعما شفتها غير دغيا ما خلاونيش. وين الناس خدامين الله عمرها كنشوفو هنا حضور القوات المساعدة، كاينين طرق الإنقاذ هنا الحمد لله. ولكن زعما كون كاين المساعدة ديك النهار نيت في الصباح السبت أكثر هي غادي يعتقوا الناس بزاف، ولكن ما كاينش الرزو ما كاينش كون غير كخدامين في الصباح راه غادي يعتقوا الناس بزاف، ولكن هذا قدر الله. المنطقة بعيدة والطريق شوية ضيقة. هي راه داك الشيء اللي كان قدر وقدر الله اللي بقاين راه الله بحال ولدي وبنتي ما نقدرش نسمح فيها بنتي. Thank you.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.